بداية قوية لرئيس الحكومة وغير موفقة لبعض وزرائه في أول تحرك له ضد منابع الفساد. ألزم رئيس الوزراء السوداني وزراءه اختيار مديري مكاتبهم من داخل كادر كل وزارة حصرا. القرار يأتي في وقت استفحلت فيه طوال الحكومات السابقة ظاهرة مديري مكاتب الوزراء الذين يتم ترشيحهم في الغالب من خارج الوزارة وطبقا للمحاصصة، حيث مدير المكتب أقوى من الوزير نفسه. أما على صعيد الوزراء فقد قدم وزير التربية في أول يوم لتسنمه المنصب درسا إلى أبنائنا الأعزاء بعنوان الاحتفال بالرصاص، ولم ينتظر وزير الصناعة دق جرس نهاية الدرس حتى طبقه أنصاره بالأحادية، بينما شاهدنا وزراء آخرين بدأوا العمل مبكرا والاستماع إلى طلبات المواطنين. السوداني بدأ مراجعة ملفات كل من شغل منصبا حكوميا عسكريا ومدنيا بأمر من الكاظم، ودعوات لمنع بعضهم من السفر ومحاكمتهم في حال نجح السوداني في الخطوات الأولى التي بدأ بها، فإنه قد يعمل على تجفيف منابع الفساد.